المتظاهر حقه، حق ناس شلون تعيش؟ هذا شهر رمضان وبدون راتب، والحال هل يشوف الوضع الدنيا، فمن حقهم يتظاهرون، ونطلب من حكومة الإقليم أن تساعد المتظاهرين وتفتح مجال رواتبهم. عدم إعطاء رواتب الموظفين من قبل حكومة إقليم كردستان لأجل الضغط على الحكومة المحلية المركزية في بغداد للتنازل عن بعض الأمور اللي تفيد الإقليم. نطلب من الحكومة المركزية وحكومة كردستان أنه دراسة أنه جوهر هذا التلكو اللي من قبل أنه عدم إعطاء للموظفين. حياكم الله. لا حياة في السليمانية، توقف نبض الدوائر لحين صرف الرواتب، شعارات الموظفين تتردد في الشوارع، من هم من يريد التوطين في بغداد ومن هم من يريد التثبيت على الملاك، وما بين الاثنين حكومة ترفض تسليم المستحقات لحين استلام أموال البشمركة من المركز. الدعاوى تتوالى أمام القضاء بتهمة التهرب من قرارات المحكمة الاتحادية، فهل ستنصف الشريحة المحركة للاقتصاد في الإقليم؟ أم أن سيناريو الركود سيبقى قائماً ولن يكتب للمؤسسات الاستفاقة من الغيبوبة ما دام هنالك من يماطل سواء من هذا الطرف أو ذاك الطرف؟ الحديث عن ملفنا الأول حول إضراب الموظفين وإغلاق أبواب الدوائر في السليمانية، ينضم إلينا في الاستوديو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم، حياك الله. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. كما ينضم إلينا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ أحمد الهركي، حياكم الله. حياك الله أستاذ فرح، تحية حضرتك الضيف الكريم ورمضان كريم، أعاد الله على شعبنا العراقي والأمة الإسلامية بالخير والبركة. علينا وعليك إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية جمعة. أبدأ معك أستاذ أحمد، ما الذي يحصل في المحافظة من المسؤول عن هذا الإضراب وما هي أبرز المطالب؟ بسبب أجواء الحرية الموجودة في السليمانية يعني الإضرابات تحدث، يعني هذه ليست المرة الأولى اللي يعني تحدث فيها يعني إضرابات، البعض منها يعني نحن نتحدث عن الإضراب الحالي هو مشروع، والاتحاد الوطني الكردستاني يتعاطف مع هذا الإضراب، يعني إضراب شريحة المدرسين والموظفين بصورة عامة للحصول على حقوقهم، فهم لا يزالون ضحية لهذا المد والجزر الموجود، يعني التفسير يعني الأزمة الموجودة بين بغداد وحكومة الأقليم المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. ولكن أحيانا نرى يعني التظاهرات ربما أحيانا تدخل بها بعض الأطراف الأخرى التي تحاول يعني توظيفها لأغراض سياسية، يعني رأينا اليوم هناك نوع من المبالغة، اليوم كان أداء الأخوة في الآسايش يعني لحماية المتظاهرين كانت هناك إجراءات مشكورة عليها، يعني يحاول البعض ركوب الموجة، يعني هناك حالة عدم رضا موجودة، ولكن هذا لا يعني يعني مثلا هناك من لحظة يحاول. لحظة أستاذ أحمد، من يحاول ركوب الموجة؟ ست فرح، عادة نحن عندنا بالسليمانية أجواء مختلفة عن أربيل ودهوك، وهذا لها عوامل عديدة، يعني المناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني فيها يعني والسليمانية بوجه خاص فيها هاي المساحة الحرية الموجودة. أحيانا لدينا أطراف معارضة، ولكن المعارضة في أقليم كردستان ليست معارضة ذات ثقل يعني مثلا كبير، يعني مثلا لدينا مثلا على سبيل المثال الجيل الجديد، هم أحيانا تحدث مظاهرات في السليمانية هناك محاولة ركوب الموجة، وأيضا
في هذه الجزئية يعني ما حدث اليوم ربما هناك من يحاول أن يعني خلط الأوراق، يعني محاولة إلقاء يعني الضوء على ما حدث في السليمانية ومحاولة تضخيم الأمور أو إيصال معلومات مغالطة للرأي العام العراقي خاصة والكردستاني لخلط الأمور. لو تحدثنا عن أموال فمثلا الحكومة العراقية أرسلت الأموال إلى حكومة أقليم كردستان في أربيل، لذلك كان اليوم يعني أيضا بيان للاتحاد الوطني الكردستاني يعني التظاهرات إن كانت موجودة يعني أو المطالب المجتمعية هذه أي. من الأفضل أن تكون في كل المحافظات وليس السليمانية، ومن يحاول أن وحتى الفكرة السليمانية نعم. والأموال أرسلت إلى أربيل. أنا لا أدعو هنا إلى التظاهرات في أماكن أخرى، ولكن علينا أيضا أن أي. نوضح الأمور جدا وضحت الفكرة أستاذ أحمد. أستاذ مهدي، إذن بحسب ما يتفضل القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني الأموال أرسلت إلى أربيل، وين المشكلة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ورمضان مبارك عليكم وعلى كادر وعلى المشاهدين الكرام علينا وعلى أخوي أستاذ أحمد. إن شاء الله سنة خير علينا وعلى أمتنا وعلى بلدنا، ويكون سنة خير إن شاء الله، ربي يحفظكم. ذكر أخوي أستاذ أحمد حقيقة، وأنا أكون واضح وصريح بعد أكثر، بالنسبة للتظاهرات إذا كانت في السليمان إذا كانت في أي مرحلة في أي مكان، عندما تدخل بها تسيس هذه المظاهرات من أي جهة كانت موجودة، تعتبر هذه المظاهرات هي أساسا لأغراض سياسية، وبالخص بالأخص أن هناك انتخابات قادمة. هذا لا. واحد، ورقة ضغط تستخدم بعض الأحزاب الصغيرة اللي كانت موجودة مثل ما ذكر أستاذ أحمد، ذكرهن أنه أحزاب تعمل على جعل هذه المظاهرات أو هذه الفوضى ورقة ضغط على الحكومات الموجودة. هسه ليش انذبت الموضوع ما يخص ما يخص ما يخص ما الرواتب، اعتقد يعني تستخدم اعلاميا اكثر ما هي واقع الحال. اولا حقيقه هي موجوده مشكله الرواتب، والان سابقا كانت ممكن ترمى على حكومه اقليم كردستان، الان كل الامور واضحه باعتبار انه لا يوجد هناك اولا لا تصدير، هناك اتفاق بتسجيم واردات النفط، كل هذه الامور الان اصبحت بيد المركز، وهناك مبالغ ترسل كقروض من اجل ارسالها الى الموظفين، وهناك تسليم للرواتب الموظفين. واذا نقول يعني ماكو تسليم رواتب باعتبار هناك لا يوجد حياه اساسا في اقليم كردستان، لهذا السبب موجودة الرواتب تسلم فقط لمدة 3 أشهر، لن تسلم. وهناك اليوم أصدرت الحكومة تقليم كردستان بيان حتى بالنسبة للترفيعات والرواتب قوائم بإرسالها إلى الحكومة من أجل العمل عليها. إذن هناك الموظف شقد يطلب حكومة الإقليم؟ 6 فاضلة. حضرتك تعرفين المشاكل اللي مرت بها الإقليم والمركز، الحكومة الإقليم والمركز يعني بين مد والجزر. زين. في مراحل تقطع الموازنة لحد هذه اللحظة، يعني موازنة تقليم كردستان ما مرسلة. يعني بيش تسلم من عندك فلوس تسلم؟ تقريبا لو ما مرسلة. لا ما مسلمة أصلا، يعني البالغة 12.67 من 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 كم سنة لحد هذه اللحظة ما مرسلة كاملة لأقليم كردستان. زين. هاي واحدة من النقاط المهمة والمشاكل الرئيسية، عدم إرسال الموازنة. 2، ربط الرباط بالموظفين بالنفقات الفعليه، هذا سبب مشكله ايضا في بعض المراحل اللي استقطعت، يعني تاخرت الرواتب اعتقد لمده 3 أشهر او 4 أشهر مستحقات الموظفين، ولكن ليس فقط على الرواتب اللي هي تظاهرات على الترفيعات، ايضا على الدرجات الوظيفيه، هذه ايضا تم حل. يعني اليوم قلت اكو بيان من الحكومه من اجل هذا الموضوع. هي نقطه الخلاف، وزير الماليه والاقتصاد صرح انه ماكو رواتب للموظفين حتى توصل رواتب البشمركه. لا زين، اليوم الموظف شو له علاقه بين هاي الاشكاليه؟ هاي اولا رواتب البيشمركه لحد هذه اللحظه المركز ما ترسلها اصلا، ما ماخذين درهم من المركز باعتباره كانت من التحالف الدولي ترسل رواتب البيشمركه لحد هذه اللحظه، ولكن فهمت فسرت بالذي فسر هذا الامر رواتب يعني رواتب حتى البيشمركه من التحالف الدولي السوداني. طبعا همين المركز اصلا ما رواتب البيشمركه اليوم كذا درهم مراسل تشيل البيشمركه تابعه لمن مول القوات طبعا الأمنية العراقية ما مرسل لحد هذه اللحظه في الجهة. ان كانت مع القوات الامنيه مع كل الاسف الحادي لحد هذه اللحظه ما مرسل الرواتب. النقطه الاهميه انه السيد السوداني حقيقه يحاول يحل هذه الاشكالات بارسال هذه القروض وتكملتها من منافذ الواردات اللي تاتي من منافذ الجمارك التي طيب. ممكن تكمل اللي بالغه 9 مليارات و
20 و30 مليار. لهذا السبب هناك حتى في المشكلة الأساسية بعدم إرسال الموازنات الكاملة. اليوم من يتحمل مسؤولية المواطن؟ المواطن اليوم ضحية، يريد راتبه وجاي يطالب وجاي يتظاهر. أكيد إحنا هنا في بغداد، ستي في بغداد لحد هذا اليوم إحنا رواتبنا متأخرة حوالي 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام تصير. طبعا يتحمل المواطن، طبعا يتحمل الشريحة المهمة هي هاي. لأنه الحكومة لو الإقليم يتحملون هذا التأخير؟ الطرفين. الطرفين. طيب أستاذ أحمد، دعوة رفعت على رئيس حكومة الإقليم بتهمة التهرب من قرارات المحكمة الاتحادية، شنو رأي حضرتك بهذه الإجراءات؟ بصراحة أنا غير مطلع على هذه الدعوة ومن قام برفعها، ولكن قرارات المحكمة الاتحادية ست فرح نتحدث من الناحية الواقعية، هي باتة والملزمة حسب المادة 94 من الدستور العراقي، لذلك ربما يعني علينا أن نفرق بين شيء. رفض القرار هذا شيء طبيعي، من الطبيعي جدا على المستوى الشخصي أو المستوى الأحزاب أن ترفض القرار، ولكن نحن ضد التهجم على المحكمة الاتحادية، وهذا كان واضح في بيان السيد باقر جلال الطلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني. الرفض يعني أحيانا في فترات سابقة، أنطي مثال حضرتك بصورة مختصرة، بعد انتخابات البرلمان عام 2021 كان هناك دعوة من الإطار التنسيقي لإلغاء النتائج، تم رفضها. يعني المحكمة الاتحادية لها قرارات مهمة في حفظ العملية السياسية، التيار الصدري كان له دعوة بحل البرلمان تم رفضها. يعني هي ليست موجهة ضد الشعب الكردي أو موجهة ضد السنة أو ضد الشيعة، هناك محكمة لها دورها المهم في العملية السياسية، ولكن تعتبر تجربة جديدة في النظام السياسي العراقي. يعني الفقه الدستوري والقضاء الدستوري لا زال يعني شيء جديد في العملية السياسية، لذلك ربما نرى هذا الرفض من هذا الطرف أو ذاك. لا علم لي بهذه الدعوة ومن رفعها، ولكن علينا أن نفرق بين شيء. الآن قرارات المحكمة الاتحادية في 21 شباط يعني التاريخ، سواء متعلقة بالرواتب وتوطينها وحل الإشكاليات بين حكومة بغداد والأقليم، وأيضا فيما يخص نتائج الانتخابات أصبحت باتة يعني تركت أثرا قانونيا وحددت ملامح لخارطة طريق مستقبلية في العلاقة بين بغداد وأربيل، وأيضا فيما يخص انتخابات أقليم كردستان المزمع إجراءها في حزيران، لذلك هي أترك الأثر القانوني. أما موضوع الرفض وعدم الرفض هذا شيء طبيعي، ولكننا ضد التهجم على المحكمة الاتحادية. زين أستاذ أحمد، هسه اغلب موظفي السليمانيه تحديدا، وحضرتك من السليمانيه، يردون توطين رواتبهم في مصارف بغداد، في مصارف الحكومه الاتحاديه ومو مصارف الاقليم. طيب ليش؟ يعني السؤال ليش هذا يعني حضرتك ليش هذه المطالب؟ نعم انا اتحدث معك بمنتهى الصراحه ست، هناك مشروع هو بالكردي يسمى هجماري من اي حسابي، هذا المشروع تقوم به حكومه اقليم كردستان. اتحدث معك نتيجه فقدان الثقه، يعني المواطن يقول عندما يتم توطين راتبي في احد المصارف الحكوميه التابعه للحكومه في بغداد، يعني على سبيل المثال لنقل الرافدين والرشيد، فساكون مستفاد من نفس ما يجري على بقيه الموظفين، يعني هناك السلف، القروض، العقارات، يعني امور عديده، هذا ظني، يعني هذا اعتقاد الموجود لدى المواطن في اقليم كردستان، يعني شريحه كبيره، لا يعني اقول هنا يعني هناك وجهه نظر، هناك من ربما يعني يرى في حسابي او هجماري من التابع لحكومه الاقليم، ولكن اطراف عديده وخاصه في السليمانيه ترغب ان تكون عمليه التوطين في مصرفي الرافدين والرشيد. وايضا هذه الجزئيه نقطه مهمه، والان هناك يعني وفد من حكومه الاقليم موجود في العاصمه بغداد، يعني احدى التفصيلات الموجوده والنقاط الاختلاف ايضا هذا الموضوع، موضوع التوطين، هل سيكون في مصارف تابعة للحكومية مثل الرافدين والرشيد ومصارف أخرى يعني في البنك المركزي العراقي، أم سيكون لمصارف أهلية تابعة للأقليم وأيضا لها يعني لديها موافقات من قبل البنك المركزي؟ وضحت الفكرة أستاذ مهدي. بالفعل الأقليم الآن يقفز على قرارات المحكمة الاتحادية لو ملتزم بها، هذا موضوع شائك وأنا أعرف التمال من حد. لا لا ستي، إذا أكو هيك شيء حقيقة ما كان أكو. اولا الرقابه الماليه تكون في اقليم كردستان وتاخذ كل بيانات الموظفين وكل اقراص بالاسماء والمشاهدات والمتقاعدين، كل هاي اخذتها الرقابه الماليه والان بيد الرقابه الماليه ووزاره الماليه. هذا دليل شنو؟ دليل على انه اساسا ما عندنا مشكله بتوطين الرواتب، اللي ضخمت هذه المساله من اجل ما اكو نقطه جدا مهمه وهي الاهم، هي اساسا ضرب الاقليم وتصغيره بحيث ان يكون لا يكون قوي هذا الاقليم، وبالعكس من النظريه منه. النظريه تكون كل ما يكون الاقليم قوي كل ما يكون المركز، كل ما تكون العلاقه اقوى كل ما تكون الامور بالعراق بشكل عام وهي الاهم.
لهذا السبب هذه الجهات اللي دعمل دائما استاذ مهدي دائما تتحدثون بالجهات ليش لا مسمي رواق هذا الجهات ست معروفه منو هذه معروفه وانت تعرفه واحنا نعرفه كله تعرف ليش مسميها يا استاذ اذا كانت داخل الكرد معروفه حتى استاذ احمد يعرفهم كل زين اللي يعملون لحد هذه اللحظه من اجل حتى في السليمانيه زعزعت اوضاع السليمانيه على حساب هؤلاء الذين هم يعني حقيقه شو اقول مرتزقه اقول انه محسوبين على بعض الجهات الموجوده في حتى في 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 بغداد لهذا السبب يعملون دائما على افراغ اقليم كردستان من كل محتوى اداريا اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ولكن انا اقولها بصراحه وكل قوه لا يستطيعون ولن يستطيعوا سوف يفشلون في عملهم. زين اليوم الحكومه في اقليم كردستان متمسكه تحترم قرارات المحكمه الاتحاديه؟ ستي لو ماكو دليل دا انطش الرقابه الماليه من تذهب وتاخذ كل بيانات الموظفين، ايش يعني هذا؟ بعد ليش البارتي تأخذ حصرًا ما يقبل يوطن الرواتب؟ ما يهم عليهم مشكلة اقول لك اقول لك لو اكو هيك شيء ما كان اجت القوام يا ستي، وفد موجود من اقليم كردستان الان من حكومه اقليم كردستان زين اللي هي كلها ممثله بها، ليس فقط الديمقراطي، يعني كل ما الديمقراطي ليش تقولين سؤال كلش حلو، ليش ديمقراطي مستهدف؟ لانه قوي الست الفاضله، ديمقراطي الى تاريخه الى قوته الى شعبيته الى قواعده الى تاثيره في العمليه السياسيه، بقادته بسياسته بكل الامور اللي يحمل عليها، لهذا السبب لا يكون مرغوب به لدى بعض الشخصيات اللي تعمل دائما او الجهات يعني على زعزعه هذا الحزب مثلا الكريم. الاتحاد مثلا مو قوي في كردستان ولا مؤثر؟ ستي من دا اقول لك اكو حزبين كبيرين موجودين في اقليم كردستان وهم المسؤولين على اداره اقليم كردستان ومستهدفون دائما ان كان في السليمانيه وان كان في بعض في اربيل ودهوك، لهذا السبب انا اقوله اقليم كردستان مستهدف من هؤلاء الجهات، هذه الجهات التي لا ترغب ان يكون الديمقراطي قوي باعتباره انه يكون الى وضعه الى قاعدته الى 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 اساسه في العمليه السياسيه بشكل عام برمته، اكو واحد ينكر دور الزعيم مسعود البرزاني بالعمليه السياسيه الان؟ مستحيل. ليش؟ الى رقم الى مكان لهذا السبب دائما محارب الديمقراطي الكردستاني بكل الامور اللي تحدث اول ما يجون يقولون على الديمقراطي الكردستاني مو مع الاسف مو بالفراغ غير الفراغ اعطيني هسه دا اقول لك تقولي التوطين دا اقول لك موجوده البيانات اللي تجي هم ليش يقولون البارتي بالتحديد يرفض التوطين اي مو هاي اراء انا دا نقول لك اراء هذا مو رايي الشخصي يقولون انه اكو هواي فضائيين في اقليم كردستان بصراحه اسامه نعم. فيقولون اكو تخوف خاف تبين الارقام الحقيقيه لهذول الفضائيين بيش تبين ستي بيش تبين مو اكو بيانات مثلا موجوده تؤخذ أكيد طبعا. صحيح ولا من تروح الرقابه الماليه اللي من المركز مو من احد مو من القمر جايه من المركز الطب لاقليم كردستان وتاخذ هذه البيانات والاسماء والارقام للشهداء والموظفين والمتقاعدين وكل ما مطلوب من عند القمارك والمنافذ تجي بها لبغداد وباقراص موجوده والان وفد موجود في بغداد من اجل تكمله هذه الامور ستي يعني اذا لمصلحه من هذا التشكيك؟ هسه لازم اكو مصلحه طبعا تعرفيها كل الزرانة معروف سمي لي اياهم الله يخليك يعني تخليني اوصل للبيت اذا قلتها ان شاء الله توصل سمي يعني ما ينفع السمي لا خلينا بعيدين احسن استاذ احمد اذا اكو جهات تحاول خلق زعزعه في اقليم كردستان والاستاذ مهدي يرفض تسميته او ما يريد تسميته وهذا حق الشخص من هي هاي الجهات انت تقدر تسمي لي اياهم ست فرح خليني اكون صريح مع حضرتك احنا اكو هذا التوجه يعني اولا اقليم كردستان يعني هناك بعض الامور يجب ان نوضح اولا هو اقليم دستوري معترف به في الدوله العراقيه الماده 117 واضحه وهذا الاقليم ليس ملك لحزب واحد هو ملك الشعب الكردي والاتحاد الوطني الكردستاني وايضا الديمقراطي خاصه يعني هم لديهم الكفاح المسلح كان له دور في انتفاضه شعبنا وهم وهم يعني لهم المسؤولية التاريخية في الفترات السابقة والإيجابيات والسلبيات أيضا يتحملها الطرفين ولكن أنا سؤالي لحضرتك أستاذ مهدي يعني أو توضيح أنه نحن الكرد أحيانا كثيرة الانقسامنا هو سبب ضعفنا يعني نعم ربما هذا التوجه المعادي لأقليم كردستان الموجود وربما موجود هو توجه يعني فكرة تسعى إلى تحجيم أقليم كردستان ثقافة ربما سياسية لا ترغب لا تؤمن حتى بالأقاليم يعني ربما تكون توجه شمولي مركزي يعني صحيح. يتعامل مع أقليم كردستان كمحافظات ولكن من يقوي هذا التوجه الانقسامات في أقليم كردستان أنا أنت لحضرتك مثالين
يعني حتى ما حصل من قرارات المحكمة الاتحادية، إذا كانت القوى الكردية متفقة على قانون الانتخابات لم يكن يحدث قرار المحكمة الاتحادية الخاص بحل البرلمان. زي. يعني هسه النقطة كلش واضحة، إذا المشكلة بيناتكم كبيت كردي، ليش ما يحلها الاتحاد والديمقراطي وتقعدون على طاولة حوار وحدة لتعزيز قوة البيت الكردي؟ أيضا الخارجي موجود أيضا، ولكن القوة بالوحدة. يعني إحنا علينا أن نؤمن، وهذه هي يعني مشكلة الأزلية للقضية الكردية، الانقسامات الموجودة بيناتنا. لو كنا موحدين لم نكن، يعني لذلك لو تحدثنا عن هذا النفس المعادي لتحجيم أقليم كردستان هذا موجود، ولكن نحن نغذيه بانقساماتنا. هذا ما أود أن أقول. أستاذ أحمد، مو السليمانية هي نفسها رادت تخرج من أقليم كردستان؟ لا ست، أكو فرق، أكو فرق. الاتحاد الوطني الكردستاني ينحاز لمصالح الموظفين والمواطنين في هذه الجزئيه الاداريه او الماليه، او ربما هذا شيء اخر، انما الاتحاد الوطني الكردستاني هو حريص على وحده الاقليم، فهو المؤسس. يعني الاقليم كردستان، الانتفاضه الشعبنا الكردي، دور الاتحاد الوطني الكردستاني يعني هو المفارز الاوليه. بعد انهيار الحركه الكرديه عام 75، الاتحاد الوطني الكردستاني يسمى بادبيات النضال التاريخي للشعب الكردي مشعل الثوره الجديده، يعني بعد انهيار الحركة الكردية عام 75. سيخو كل الزين، كل الزين ما تتفضل به. إذا اليوم موقف الاتحاد وموقف الديمقراطي جيد ويريدون الوحدة للتعاون مع الحكومة الاتحادية. طيب لعد وين المشكلة؟ طبعاً. لا المشكلة احنا المشكلة متشعبة، احنا ما نقدر يعني نحطها في نقطة واحدة. المشكلة الشق القانوني والدستوري موجود، يعني تفسيرات متباينة. الأساس القانوني والدستوري ليس متين، يعني مثلا على سبيل المثال قانون النفط والغاز، العلاقة مش في السنوات السابقة كانت علاقة مشوهة، وهنا أقصد بين أقليم داخل دولة اتحادية. أي. يعني تخضع لحسابات القوة، هذا الطرف عندما يميل ميزان القوة يفرض إرادته على الطرف الآخر، وهذه مع الأسف لا تزال موجودة. يعني المشكلة متشعبة، جزء منها الانقسامات العمودية والأفقية، هناك انقسامات داخل البيت الكردي، هناك تباينات، ولكن أكرر وأقول أنه نحن مع الديمقراطي والأحزاب الأخرى لدينا تنافس سياسي، ولكننا ليسنا أعداء، نحن نشترك في بيئة جغرافية واحدة هي أقليم كردستان. وضحت الفكرة جدا أستاذ أحمد. إذن أستاذ مهدي، اليوم أكو رغبة من الاتحاد، بعد وين المشكلة؟ المشكلة أزمة ثقة مثل ما أقراها بين الأقليم وبين المركز. انتهاي أساسا حتى يعني حتى هذه الخلافات ليس فقط بالبيت الكردي موجودة، هي بكل حتى البيوت، بكل البيوتات موجودة. صحيح. إن كان البيوت الشيعي والبيت السني بيت الكردي، ولكن هناك مصلحة عامة تعتبر خاصة بالنسبة للكرد، يعني من توصل إلى مرحلة الخط الأحمر اللي موجود الكل يكونون في بودقة واحدة. لهذا السبب هذه الخلافات بيننا وبين الأخوة في الاتحاد ليس وليدة اليوم، موجودة وطبيعية، بس ولكن أثرت على قرار المركز للبيت الكردي. لا شوفي، إحنا حقيقة صحيح أكو نوبات في بعض المراحل تكون الخلافات في أوجها تأثر على القرارات، ولكن أعطيك مثل في كركوك كانت لنا قرار واحد باعتبار أنه عندنا كلمة ويجب أن تكون كلمة واحدة. إذن هناك في القرارات المصيرية نكون في بودقة واحدة. هذه الإشكالات وهذه المشاكل موجودة ولن تؤثر على القرار الكردي لمصلحة إقليم كردستان، مصلحة إقليم اللي هي مثل ما ذكر أستاذ أحمد بناء كل الأطراف. أي. اللي بنت هذا الإقليم بشهداء في نقطتنا الاتحاد بالكيماوي بحلبشة اليكتي والبارتي متفقين طبعا. زين المواطن اليوم، المواطن الكردي يريد رواتبه، الهدف كله من هذا الملف هو المواطن يريد راتبه. المشكلة وين المشكلة وين الآن المشكلة؟ حل المشكلة ترسل يعني قبل سابقا خلينا نقول قبل قرار المحكمة الاتحادية تتحمل الإقليم كردستان على رأسي. الآن بعد ما توقف هناك اتفاق بين الإقليم والمركز يجب أن يكون هناك شفافية في الأمر. كل اللي تريده من عندي أنا موصلك إياه، أنت أرسل لي الموازنة حتى إذا صار قصور. هي المشكلة أستاذ لحد هذه اللحظة بغداد تقول الكرة في ملعب الإقليم، وأنتوا تقولون لا لا في لا ملعب لا لا هي واقع حال. إحنا الإعلام اللي يمشي عليه والقال والقلت أكو واقع حال يحكي، ماكو تصدير، كل اللي تريده من عندي جبت لك اياه. اذا وين الخلل؟ بالمركز يرسل لي الموازنه، ارسل لي الموازنه ذاك الوقت على الحاسب اللي عليها، من اجيب اعطيك كل بياناتي من ادز الرقابه الماليه هو هي المشرفه ها. أي. فقر بالموازنه ان تكون تشرف حتى على القروض اللي ترسل 700 وال600 هي اللي تشرف على ارسال هذه المبالغ وكيفيه صرفها. اذا هناك اكو شفافيه من المركز. هذه الحوارات واللقاءات المستمرة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية،
دائما نشوفها لكن ما طلعنا نتائج حقيقيه على ارض الواقع. يقول ليش؟ لانه احنا لانه هذا الخلاف كم حلقه طالع لو, لو, لو باقي كان ما ارسلت البيانات، لو باقيه لو اكو خلافات موجوده هي، ولكن اكو بعض الامراض يعني تبقى انه الحكومه المركزيه الأبر لكل العراق، تمام ولا لا؟ تمام. عليها واجبات ولها حقوق. الحقوق دا تاخذها انطي واجبات، مثلا ارسل اكو مثلا اللي انا دا اعرفه انه حتى موازنه بقيه المحافظات على ما تكمل موازنه 24 اللي ترسل. اذا هناك اكو بعض الامور الاداريه اللي دا تاخر، اعتقد خلال الايام القادمه من ترسل الموازنه ما اعتقد تبقى مشكله الرواتب. انا اشكرك جزيل الشكر استاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شرفتني في حلقه اليوم. اهلا وسهلا بك. القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الاستاذ احمد الهركي، حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. الآن نختم وإياكم ملفنا الأول بأبرز الآراء المطروحة على منصة إكس حول إضراب السليمانية وتوطين رواتب موظفي الأقليم. والآن نفتح وإياكم ملفنا الثاني في حلقة اليوم بتقرير الزميل شيبان سامي عن حلول العراق في المرتبة الأولى عربيا ضمن قائمة أعلى متوسط معدل للذكاء عام 2024. بالرغم من الأوضاع التي تمر بها البلاد وما رافقتها من تحديات، إلا أنها لم تؤثر على مستويات الفكر والذهن والإبداع، حيث حل العراق المرتبة الأولى عربيا والواحد والستين عالميا ضمن قائمة على متوسط معدل الذكاء حسب تقارير دولية. هذا شيء مو جديد على العراق، شباب العراق أكيد تلقاهم بكل محافل، يعني مو شرط أنه بالتعليم أو بالذكاء، كل مكان احنا متميزين، كل مكان احنا يكون لنا فد بصمة معينة، ومو جديدة على العراق. العراق بالحضارات، العراق مهد الحضارات، أقدم حضارة بالعراق، هذا الشيء مو جديد على شبابنا. أول شيء احنا يسعدنا يعني يكون الشعب العراقي والشاب العراقي بهذا التطور من الوعي والأحداث الحلوة، وأكبر دليل أنه أخذها أول عربيا. بعض الأشخاص خصوصا الخريجين طالب الدولة أخذ تلك الدراسة على محمل الجد للاستفادة من العقول والخبرات التي لم تحظى بفرص عمل، ناهيك عن آلاف الخريجين لم يحظوا باهتمام حكومي على حد وصفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فرحنا يوم أمس أنه أحد المجلات العالمية صنفت الشباب العراقي أو العراقيين بشكل عام كمرتبة أولى في نسبة الذكاء بالوطن العربي، وهذا الشيء فرحنا طبعا وشيء إيجابي. بس المهم بهذا الموضوع أنه الدولة تنتبه لهذا الموضوع وتركز على استثمار هذا الذكاء واستثمار طاقات الأكاديمية والعلمية والصناعية. هذا الموضوع يكون ميمر مرور يعني عادي ويبقى مجرد أنه خبر أنه العراقيين أعلى نسبة ذكاء بالوطن العربي، لا، يكون هذا يوظف بطريقه ايجابيه حتى نستفاد من هذا الذكاء. وفق تقارير دوليه، العراق يتربع على عرش الذكاء العربي ويتصدر القائمه الاولى خلال العام الحالي. من بغداد شيبان سامي، الايام الفضائيه. قبل
للحديث عن ملفنا الثاني في حلقة اليوم تنضم إلينا في الاستوديو الأكاديمية والباحثة الاجتماعية دكتور نضال العابدي، حياك الله. حياك الله، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام، وكل عام وأنتم بخير في شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ولادة الإمام الحسن عليه السلام، وإن شاء الله كل أيامكم أعيادا وأفراحا وبهجة. أنت بألف خير إن شاء الله، متباركين بولادة كريم أهل البيت عليه السلام. دكتورة نضال، ماذا يفسر حلول العراق في المرتبة الأولى عربيا ضمن قائمة أعلى معدل الذكاء في عام 2024؟ حقيقة هذا الموضوع كان هو مصدر بهجة لنا وفرحة كبيرة، وخاصة ولا يخفى على أحد أنه الذكاء العراقي هو مميز بكل معنى الكلمة. وخير دليل على هذا نلاحظ أنه كثير من المؤسسات الأوروبية والآسيوية والعربية يقودها قائد ذو ذكاء مميز، ألا وهو الذكاء العراقي، سواء كان في المجال الصحي، في المجال الهندسي، في المجال المعماري، في المجال الأحيائي، في جميع مجالات الحياة. لكن وإن كانت هنالك بعض التحديات إلى المجتمع العراقي، لكن بقي الذكاء العراقي هو في القمة، وخير دليل على هذا من خلال الدراسة الأمريكية التي أقامتها في عام 2024، كان الذكاء الأول عالميا اللي هو رقم 61 من أصل 199 دولة. وكما تعلمين أنه الذكاء امتاز به اليابان، لكن العراق تفوق على اليابان، وكان هذا التفوق نتيجة للدراسة التي والبحوث التي درست سابقا، أي أنه هنالك علاقة وثيقة ما بين التربة وتغذية الفرد العراقي من التربة العراقية وتأثيرها على الذكاء العراقي. سين العراق حيث أن الكثير من الحروب، عانى ظروف اقتصادية صعبة، حتى اضطرابنا من أثر الحروب ممكن قد يكون تلوث، فشون هذا الربط دكتورة نضال؟ حقيقة أنا قبل سنتين أو ثلاثة كنت في إحدى الدول، فكان هنالك أحد الأشخاص العلماء اللي موجودين، فذكر لي حادثة، وهذه الحادثة حقيقة يعني أفتخر بها كثيراً كوني عراقية، ويفتخر بها كل عراقي من يسمع هذه الحادثة، أنه هنالك دراسات، وهذه الدراسات تأخذ من تربة العراق وتوضع لدراسات لعشرات السنين لهذه التربة، وماذا تأثيرها على الذكاء العراقي والفكر العراقي. وقال لي أنه هذه الدراسات أكثر من ما يقارب 15 بحث في أرقى الدول الأمريكية، أنه ما هي العلاقة بين هذه التربة وما بين العقل العراقي، وكيف يحدون من هذا الذكاء العراقي والتفكير العراقي من خلال سيطرتهم على التربة. وهذه أحد الأدوات اللي استعملت بأن تكون هنالك الأرض ملوثة، مهما تلوثت الأرض ومهما كان عليها من حروب وأسلحة وإلى غيرها، لكن تبقى التربة العراقية هي التربة المميزة عالميا بكل ما تحتويه من عناصر. وخذ على هذا أنه ربطوا ما بين هذه التربة والإنتاج الزراعي لهذه التربة وتأثيرها على تغذية الإنسان العراقي. يعني تقصدين الإنتاج الزراعي من حيث النوعية مو من حيث الكمية؟ نو، من حيث النوعية وليس الكمية. ولذلك أنه تشوفين الدراسة مستمرة والأبحاث مستمرة، وخيدني على هذا أنه الدراسة الآن اللي هي ب24 وأنتجت هذه الدراسة أنه الذكاء العراقي اللي هو أخذ رقم 61 من أصل 199 وكان الأول عربياً و61 عالمياً. هذه الدراسة على فئة الشباب، على فئة الأطفال، النساء، رجال، له عامة؟ عامة أخذت هذه الدراسة، كل الفئات. وخير دليل على هذا أنه حتى لاحظوا أنه مرض الزهايمر، هاي الدراسة الأخرى، طبعاً هي أخذت الدراسة جوانب عديدة، تأخذ جهات فئة الأطفال وفئة الشباب وفئة النساء وفئة الكبار، كل هذه تأخذ، بدليل أنه رغم هاي الأمراض اللي تصير الآن حالياً، تلاحظين أنه مثلاً نسبة السرطان جداً كبيرة مرتفعة نتيجة التلوث اللي موجود عندنا، لكن هذا السرطان ما يأثر على العقل البشري نهائياً. ولاحظ انه هذه الدراسه ايضا شملت يعني بها محاور كثيره ومتعدده،
من ضمنها قبل فترة اللي أيضا لاحظ كان له صدى كبير مسابقة الموهوبين في ماليزيا، وكيف أثرت يعني بحيث أنه تفوق العراقي على الياباني، فكيف هذا العقل تفوق؟ زين دكتورة نضال، بصراحة موارد عندنا، طاقات شبابية عندنا، تربتنا جيدة، معدل ذكائنا هو الأعلى عربيا وحتى عالميا، ليش إحنا متأخرين في بعض المراحل؟ في بعض المجالات العراق متأخر للأسف، ليش؟ لاحظي أنه عدم وجود الاستقرار بشكل تام. الآن إذا في أسرتك، لاحظي في أسرتك، لو كانت أسرتك الآن تتكون من 4 أشخاص وكان هنالك شخص من هؤلاء الأربعة مريض، تلاحظين الأسرة كلها ما مستقرة. صحيح. مو؟ لا مستقرة فكريا ولا ذهنيا ولا عمليا ولا جسديا ولا نفسيا. فكيف إذا بالعراق عدم وجود استقرار؟ وتلاحظين أنت أنه سواء كان في الداخل أو من الجهات الأخرى اللي هي خارج البلد، اللي من كل جهة، إذا تجي من الشمال، من الجنوب، من جهة تركيا، من جهة الكويت، من جهة كل الحدود اللي تحيط بالعراق، عدم وجود استقرار. فبالتأكيد مهما كان، إذا ما كان هنالك استقرار أمني، اقتصادي، اجتماعي، علمي، أكاديمي، كل هذه تكون مستقرة، تكون بالنتيجة أكون هنالك نتيجة إبداع. رغم هذا عدم الاستقرار لكن هنالك إبداع كبير، إبداع كثير. وكذلك تلاحظين أنه الأجندات على قدم وساق تحاول أن تحد من التقدم العراقي. يعني اليوم احنا دا نشوف بعد كل الحروب اللي مر بها العراق والظروف الاقتصاديه الصعبه، اليوم الفرد العراقي هو الاذكى عربيا وحتى على مستوى العالم. اكو جهات اليوم جاي تحاول ان تحد من ذكاء العراقي. طبعا انا ما كملت لك الحديث عن هذا الشخص اللي اني في احدى الدول يقول هنالك رغم هذه الدراسات، وبعدين اجيبش على السؤال اللي ذكرتي حضرتك. اي انه الدراسات بالنتيجة تؤدي أنه كيف النتيجة اللي توصلوا لها أنه يجدون شيء، أنه لو كان هنالك 10 أشخاص واقفين لكن يوجد شيء يقتل فقط هذا الشخص العراقي من دون هؤلاء 10 الذي أكل وتربى على أرض العراق. إذن إحنا كيف نكون في موقع أنه كل العالم ينظر لنا على انه احنا لابد انه يحطمون هذا العقل العراقي. فاذا شيء كبير، الاجندات من كل جانب تحيط بالعراق، بالفكر العراقي، بالانسان العراقي، وليس فقط اجندات هي اجندات بشريه، حتى الان السوشيال ميديا تلاحظي هي اجندات مدمره للمجتمع العراقي، للقيم العراقيه، للاخلاق العراقيه. هل كان لدينا هذه الاخلاق العراقيه ما قبل 2003 بسبب عدم وجود الانترنت؟ الا ان الانترنت هو كان احد الاجندات التي تحاول. بس الانترنت حسب هذه الدراسه الى جانب ايجابي اليوم خلى المواطن يفكر. بالتاكيد شوفيني، الانترنت هو سلاح ذو حدين، لكن يبقى من الذي يستخدم هذا السلاح بالجانب الايجابي او السلبي؟ الاسر، العائله، الاب والام، نحتاج الى توعيه. فلذلك هاي الأجندات تحاول أن تبث بين أبنائنا، بين بناتنا، بين شبابنا، بين عوائلنا الثقافة الدخيلة اللي هي لا تمت بصلة إلى مجتمعنا ولا إلى أسرنا. لكن رغم هذا التحديات قائمة والأفراد العراقيين إلى أي مدى في حالة تقدم. إلى أي مدى الأسرة العراقية اليوم تتلقف هذه الثقافة الدخيلة؟ لا للأمانة يعني تتلقفها بكثرة، والدليل لاحظ أنه الثقافة المجتمع العراقي الآن من تسيرين في الشارع، هذا ليس هو بالمجتمع العراقي. نحن على سبيل المثال مسألة النرجيلة والسجائر اللي تتناولها مثلا فور اكزامبل، يعني على سبيل المثال النساء، احنا كانت هذه المرأة كانت ببياتنا من يعني ببية هي، ومن تستخدم السجارة تكون في مكان منعزل بحيث ما حد يشاهدها، بحيث تستحي، بحيث حتى الفضلات مال السجائر تضمها في مكان تخفيها، انه تخفيها مو صحيح. في سبيل لا تؤثر على سمعة العائلة. هذا جانب.
الجانب الآخر مثلا كان عندك الطلاقات، البيت اللي يصعدهم حالة طلاق تشوفين هذا البيت حتى يقوم ما يزور جيرانه ولا يزور أقربائه، يعتبرها شيء غير إيجابي. الآن يفتخر عندما تكون حالة الطلاق، تفتخر يعني أنجزت. يجوز الزمن تبدل، التفكير تبدل، اليوم أكو مستحدثات جديدة غيرت هذا. هل تؤمنين بهذا الشيء؟ أنا ما أؤمن به، لكن الحالات اللي ذكرتيها هسه أنت حضرتك هي حالات صارت بكثرة. بكثرة؟ يعني إحنا دنشوفها بكثرة. لماذا أصبح بصراحة ما يتحدث بما تتحدثين، بيقول هذا عيب، هذا حرام، ما يصير المرأة يتنمرون عليه ويتحدثون انت شنو، انت متخلف. نعم، هي هذه القضية. يعني هذه المصيبة الحقيقية، هذه القضية اصبحت كلمة عيب، الله يرحمها. العيب هي اصلا هي كانت الحد من القيم السلبية اللي كانت بالمجتمع، بحيث يعني احنا تربينا على انه عيب البنية تضحك. صحيح. مو يعني البنية عيب تقعد في مكان، والولد مثل ما نقول وتاخذ راحته بالحديث وبطلاقه وبصوت مرتفع. الان اصبحت تتباهى بهذا الشيء. لماذا؟ لان هذه ليست هي مودرن الحياه وثقافه الحياه، لا بالتاكيد تتحمل الاسره المسؤوليه. الاسره، فلذلك تشوفين اغلب حلقاتي وفي جميع القنوات اني اذكرها، الان نحتاج الى توعيه الام والاب كيف ينمون العقل لابنائهم بالمحافظة على القيم والأخلاق والمبادئ وفق الطريقة الإسلامية اللي هي كانت دستور الحياة بكل جوانبه. مثل ما إحنا الآن عندنا دستور بمجلس النواب وعندنا بالسياسيين، إحنا عندنا دستور الحياة، دستور الإنسان كيف يصير، ما هي القيم، ما هي الأخلاق، ما هي المبادئ، ما هي التربية. الآن أصبحنا في كل مكان، أصبحت الأمور الغير مباح يباح، وهذا هو للأسف ضعف القانون المفهوم وعدم المفهوم تطبيقه الخاطئ. ممكن دكتورة نعم سهل. نعم ضعف القانون، المفهوم الخاطئ، إضافة إلى لكثير من القيم والأخلاق، إضافة إلى الحرية مفرطة. اليوم أصبحنا، اليوم أني على سبيل المثال أنت تمسكين القلم، أجي أني أخذ القلم وأشمره بأي مكان، ما تقولي ليش، أقول لك أني حرة. أصبحت هذه الحرية أنه أني أحد من تجاوز وقلة أدب أصبحت الحرة. بالضبط، هذا هو للأسف الشديد. رغم أنه العراق شوفي ما زال رغم هاي التحديات وهاي الظروف الصعبة والحروب اللي مر بيها ومسألة داعش وإلى غيرها من الأمور، لكن العراق الآن هو المرتبة الأولى عربياً و61 عالمياً بالذكاء. إذا شوفي هذا الذكاء كيف أني أحافظ عليه من خلال محافظتي على القيم والأخلاق والمبادئ؟ كيف أني أنمي هذا؟ كيف أني أستغل هذا في تحسين الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع الديني والوضع هذا السؤال بصراحة مهم، لكن راح أجاوبك على لسان بعض العوائل العراقية. يقول لك أنا حتى لو أربي الأنترنت راح يفسد ما أني ربيت، حتى لو أني أعلم المحتوى الهابط بالتلفزيون راح يفسد ما أني أعلم. طيب تعرفين أني قبل حوالي شهر صعدت مع تاكسي، وهذا الرجل أني قلت له راح أذكرك بالتلفزيون، يعني أحييه وأرفع له القبعة. إلى الآن ما داخل تليفون إلى بيته، إلى الآن لا إنترنت ولا تليفون. قلت له طيب شلون يعني، مو هذول عندهم تعليم إلكتروني كيف؟ قال أوديهم يم خالاتهم وقت التعليم يتعلمون يرجعون للبيت، ونومهم الساعة 8:30 مثل هذه الحالات، مثل هذه الحالة اللي أنا هسه ذكرتها لحضرتك. أي. لو إحنا أوكي أنا عنديش تليفون، أنت بنتي وأنا مطيتش تليفون، يعني ماذا حدث لو أنا أبقى وياش فت نص ساعة على التليفون تكملين واجباتك وأنطي وقتي؟ راح تقولي لي أنا عندي واجب وأنا عندي مسؤولية اجتماعية. إذا خفيت عن التليفون وصديقة مثلا روى تليفون في المدرسة، ما هذا راح يكون متعطش لمعرفة شنو هذا الجهاز، ماذا يدور في باله. أنا مو نظرية الاحتواء أفضل من القطع وعزله عن العالم الخارجي؟ بالتأكيد كل ممنوع مرغوب، قاعدة. أنا ما منعه، أنا أنطيه بس تحت إشرافي وبالأوقات اللي أنت مخصصت لها. بالضبط، تحت إشرافي، وبالنتيجة أنا أتابعه مو فقط على الإنترنت، حتى هذه مسؤوليتي أمام الله، هذا أمانة عندي. هذا الكائن
إذا كان سلوكه إيجابي أو سلوكه سلبي أنا المسؤول على هذا. فلذلك أنا مو فقط في الإنترنت في البيت، حتى من يطلع أشوف أصدقاء أو يا من يتكلم. المتابعة والاهتمام دكتور. المتابعة والاهتمام. زين دكتورة بسؤال أخير. نعم. معدل الذكاء هسه عرفناه عند الفرد العراقي، هذا يفسر عصبية المواطن العراقي، وما شاء الله المواطن العراقي أعصابه نار دائما. فسؤالي هذا من كثرة الذكاء دكتورة؟ بالتأكيد من كثرة الذكاء وكثرة التفكير وكثرة انشغاله بالأمور. تلاحظين المواطن العراقي عادة أي واحد تجي له يقول لك 100 شغلة ببالي. أي صحيح، هاي الحكايه العراقيه المعروفه. مو معروفه، بس انت من الناس من اقول لك شاب ليش ما تخابرين ليش ما تسينين؟ 100 شغله ببالي. صحيح. مو؟ فكثره التفكير بالنتيجه يولد عندك السايكو، يصير عنده متعب يكون، ولهذا تشوفين دائما حتى شبابنا تشوفين دائما متعبه. وهو ما بده يشتغل لكن هو متعب. كثره التفكير. نعم. والارهاق ويشتت فكره في كثير من الامور. ولهذا يقول لك انه انا لازم الطاقه الايجابيه شو يصير عندي بالطاقه تفريغ الشحنات السالبه حتى اضع جسمي انا في حاله سايكو مرتاح وبالنتيجه يكون انتاجي رائع. نضال العابدي الباحثه الاجتماعيه حياك الله العبادي. اي نعم. شكرا جزيلا وعلى الراس. شكرا شكرا جزيلا لك. نورتينا ورمضان مبارك ان شاء الله عليك. علينا وعليكم. وشكرا لك ولقناه النهار والعاملين فيها، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. شكرا جزيلا دكتوره نضال. الان ننتقل الى الموجز الخبري للحصاد. السوداني يشدد على عدم تحمل المواطن تكاليف إضافية بالدفع الإلكتروني بمحطات الوقود. وزير الصحة صالح الحسناوي يعلن قرب إنشاء مستشفى جديد بسعة 140 سريرا في أبي غريب. وزيرة الاتصالات تعلن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك في العراق. المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على تخفيض سعر بيع محصول الذرة الصفراء. الزراعة تعلن نجاح استراتيجية الحكومة لتحقيق وفرة بالمحاصيل وتصدير الفائض. حصادنا انتهى لهذا اليوم، شكرا لكرم المتابعة وتصبحون على خير.